السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم احنا في منطقة بيلقدزو في مشروع اسمه مشروع عدل اسطنبول التي تقوم بإنشائها شركة أوزيورتلر. إذا جينا نشرح المشروع على الخارطة في البداية، احنا الآن متواجدين في هذه المنطقة اللي تعتبر في وسط قلب منطقة بيلقدزو. طبعا شركة أوزيورتلر شركة قديمة جدا، لها 50 سنة في مجال الإنشاءات، وأنشأت أكثر من 30 مشروع سكني في المنطقة. زي ما انتم شايفين هذه أغلبها مناطق، أو هذه أغلبها مشاريع الشركة. إحنا الآن في المنطقة هذه، منطقة بيلقدزو، في مشروع عدل اسطنبول. إن شاء الله راح يشرح لكم أخوي عبد الله المشروع هذا على المجسم، وتشوفوا التفاصيل والشقق النموذجية على المجسم. طبعا احنا الان متواجدين في المكت الخاص في المشروع. مساحة المشروع الإجمالية 42,000 متر مربع. المشروع يتكون من 8 أبراج سكنية، كل برج 41 طابق، في كل طابق 6 شقق. إجمالي عدد الشقق الموجودة في المشروع 2683 شقة. طبعا بالنسبة للإطلالات تبدأ عندي من الدور 15 إلى الدور 41. طبعا من الجهة الجنوبية للمشروع تكون إطلالة على بحر مرمرة، من الجهة الشرقية راح تكون إطلالة على بحيرة كوتشكتشكمجي، ومن الجهة الغربية راح تكون إطلالة بحيرة بيوكتشكمجي، ومن الجهة الشمالية راح تكون إطلالة مدينة مفتوحة. بالنسبة للخدمات، الخدمات الخاصة في المشروع هي عبارة عن مواقف مغلقة 3 طوابق، بالإضافة إلى مواقف مفتوحة تخدم المحلات التجارية بعدد 102 محل تجاري، بالإضافة إلى مسابح مفتوحة ومسابح مغلقة وساونا وبخار وحمامات تركية وصالات للرياضة، طبعا كلها منفصلة للرجال والنساء. وهذا ما يميز مشروعنا اليوم بكونه مشروع عائلي بامتياز، بالإضافة إلى أماكن للشواء وحدائق للألعاب، وأيضا ملاعب لكرة السلة والتنس وكرة القدم. المجمع يعتبر 75% منه هي مساحات خضراء، و 25% فقط أبنية. بالنسبة للمداخل، يوجد 3 مداخل للمجمع. من هذه المنطقة راح يكون المدخل الطوارئ، بالإضافة من الجهة الشمالية راح يكون موجود المدخل اللي راح نشوفه هنا، وبالإضافة إلى المدخل الرئيسي من الجهة الجنوبية للمجمع. طبعا هنا المواقف الخارجية للمشروع. طبعا المشروع يوجد فيه جميع الماركات، المطاعم، وبالإضافة إلى الكافيهات المشهورة مثل ستاربكس وغيره، وأيضا محلات تجارية تخدم المجمع بالكامل. تعالوا معنا نشوف الشقق النموذجية التابعة للمشروع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا معاكم إلى الشقة النموذجية 1+1. المساحة طبعا 75 متر مربع. أول ما راح ندخل على الشقة راح يكون في جهاز الاتصال على يدنا اليمين، مباشرة على يدنا اليسار راح تكون الخزانة التعليق والتخزين، بعدها راح ننتقل إلى المطبخ. طبعا المطبخ أمريكي مفتوح على الصالة، طبعا مساحة الصالة ما شاء الله جدا واسعة. المطبخ زي ما انتم شايفين يسلم بالدواليب، ويسلم ايضا بالفرن والجهاز الغاز الكهربائي، وايضا الشفاط وجلاية الصحون بنفس الطريقة بنفس الالوان بنفس كل شيء. ننتقل الى الغرفة الاولى، هذه غرفة النوم التابعة للشقة 1+1. طبعا المساحة معقولة جدا، ممكن استغلالها بأكثر من طريقة. طبعا ألوان الأبواب وألوان الأرضية والسقف أيضا تسلم نفس ما هي. طبعا هذا الحمام التابع للشقة زي ما انتم شايفين، أيضا الحمام يسلم بالخزائن والألوان نفسها، والمراية، أيضا الكرسي والدش. تعالوا ننتقل إلى الشقة النموذجية 2+1 التابعة للمشروع. وصلنا معاكم إلى النموذج الثاني للمشروع 2+1 بمساحة 140 متر مربع.
طبعا اول ما راح ندخل راح يكون في جهاز الاتصال، من بعدها اللي هو دولاب التخزين والتعليق، طبعا يسلم بالمواصفات التاليه مرايا. نتوجه الى المطبخ مباشره. طبعا المطبخ ما شاء الله مساحه كبيره، طبعا يسلم المطبخ بنفس الدواليب، بنفس الوان الدواليب، الوان الدواليب صراحه جدا متميزه، ايضا بالاضافه الى جلايه الصحون والغاز الكهربائي وايضا الفرن والشفاط. ايضا يوجد نافذه مطله اطلاله داخليه على المجمع. طبعا نحن الان في الممر التابع للشقه او موزع الغرف، راح ندخل الى الصاله. طبعا الصاله ما شاء الله مساحه جدا كبيره، الوان متناسقه، الابواب الوانها جدا ممتازه، ايضا يوجد نوافذ في الصاله. بعدها ننتقل الى دوره المياه الاولى في الشقه. زي ما انتم شايفين الدواليب بالاضافه الى المرايا والى الكرسي والدش. بعدها ننتقل الى الغرفه الاولى، طبعا هذه غرفه الماستر روم بمساحه لا باس فيها، بالاضافه للحمام التابع للغرفه. زي ما انتم شايفين موجود فيه المروش بالاضافه الى المغسله والكرسي. وهذه الغرفة الثانية التابعة للشقة، طبعا تأتي بنافذتين، وهذا كل شيء بالنسبة للشقق النموذجية التابعة للمشروع. في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر التنبيهات. الأسعار والتفاصيل دائما تحصلوها موجودة في صندوق الوصف. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.